تكفى يا ابو السعد تكفى لا توترني انا متوتر يلا يا عيال اوكي واحد اثنين ثلاثه السلام عليكم بدينا المقطع قسما بالله ان ما حد يدري فيكم الا مين ابو السعد اسمه يا عيال الان في رجال جاي حلو مين اللي جاي القصر ابو ربيعه جاي اصبروا يا عيال اصبروا انا والله اني خايف بذا المقطع الله يستر ايش بيصير اسمعوا انا بسوي مقلب في ابو ربيعه مو علينا لا مو عليكم انتم معي ركزوا ايوه لا الان الرجال بيدق علي في اي لحظه الان بيجيني اتصال هو جاي بالطريق الساعه الان 9:24 دقيقه في اي لحظه بيجي ايش اللي بيصير بسم الله على قلبك انت متوتر من الان طيب انا جايب 10 قردات في الغرفه اللي هنا ما يكفي والله اسمعوني مالك يا موجود اسمعوني يا عيال اسمعوني دقيت عليه قبل يومين قلت السلام عليكم ابو ربيعه انا وياك متاهلين جائزه جوي اوورد حلو انت للرياضي وانا للمؤثرين فالان تعال عندي القصر وبصور مقطع نسوق فيه الجوائز اللي خلاص بيقفل اخر يوم انا بسوق لك للمؤثرين وانت تسوق للرياضيين وانت تسوق للمؤثرين كل قدام فالان بيجي وبيجيكم واحد بيجي عندك ها سوقت ولا ما سوقت وريني جوالك بيفتشكم بيجيكم واحد انتوا عطوه وضعيه اي مشي لا مشي لليله هو بيجي مشي لليله عرفت كنكم ما تدرون اي كنكم ما تدرون هو يحسب ان فكره المقطع هذه هو ما يدري عن حاجه ثانيه اقسم بالله ما يدري الله يقطعك خشتني صور والله اني احسب ابو ربيعه دخل الان ايش بيصير؟ الجارد اللي هناك انا خايف ايش بيصير معاهم ما ادري ايش ممكن يصير انا اخاف الموضوع يتصاعد وذراك يشدون امها هو يشد امها ويقلب موضوع تبقيس وانا بالنص بنقس معهم وانت تبقس لا انا ما لا انت الوحيد انت الوحيد انا قلت لك مصور ترى انت بتجي معاي اذا جاء انت بتجي معاي اكون اخويكم ايوه انا فتش معكم انت تفتش معنا وانا انبسط اذا وصل عندي ايوه تنبسط اذا وصل عندك قدرني طيب فضربني بسلمت عليك تاخذ حقك اليوم انا جايب حبل السبحه وين حطك في ظهرك انت بظهرك بعد انا جايب حبل بنربطه وبنلصقه وبنجلس على الكرسي ونحط الكرسي هناك انا وياك ايوه انت 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 يامي انت مهلف ما فيها انت مهلف طيب عموما ابغى اروح للقردات الحين خلونا نروح للقردات تعالوا الان ايش محتاج منكم انت ايش فيكم متوترتوا طيب الان ابغاكم توزعوا ايوه اسمعوا توزعوا طبيعي على الفله تمام كلكم توزعوا طبيعي فارس وينه يا اخي الله يقطعك شرح لنا الفكره كامله فارس اسمع على السريع ابو ربيعه بيجي الان وبنقلبه ابى اجيب له 10 قارد بنثبته لعبه طيب السالفه ابو ربيعه جاي ليش تعال اسمع ابو ربيعه جاي وبنمقلبه انا جايب 10 قاردات ايوه هذا ممتاز الكل اذا جابوا ربيعه بنثبته بالقردات احنا بنوهم على انه مقطع طبيعي انا كلمت انت قلت تعال شرفنا بوريك وتكملون طبيعي بيسوي محتوى كذا طبيعي يمشي يقول لك ها صوت ولا ما صوت مش بدخل غرفه فيها 10 قردات بيمسكونه يثبتونه يجلسونه احتمال يصير العكس كلنا نجلس نثبت ولكن ما يخالف تمام فاهمين الفكره خلاص الحين انتم شو طبيعي شو تبون سووا تبون بس خلوكم بس ايوه بنطفي الاناره بنقول اسمع احمد شو بيجي هناك كلمه السر بتكون جوي جوي اول إيه جوي يعني وقتها الان شو نسوي اذا زق الجوي ادخلوا كلكم إيه ايوه اذا جاء وقت الجوي نسوي فيه انجوي انا ما لي علاقه تعالوا اوريكم القرد على السريع بيدخلون كذا ثم فجاه بوم نفتح الاناره كلهم موجودين ايوه اسمعوا احنا بدينا يا جماعه الان بس ملخص سريع اذا وصلنا الغرفه هذه صنع المحتوى خلوكم عند الباب هلا ابو ربيعه جوا وينك انت معي بوابه اجيك انا يلا اصبر جايك يلا ادخل عشان ابغى اصورك انا بصورك عند البوابه اصبر جايك معي مصور عندي 10 ثواني وانا عندك يلا السلام عليكم مرحبا بدينا تصوير الان بدينا
وش القصر؟ السلام عليكم، وش يقول ما شاء الله؟ ما شاء الله تبارك الله. شلونك؟ تفضل. وش ذا القصر الزين؟ يا مرحبا الوف وملايين. ألف مبروك يا بابا. الله يبارك فيك، الساعة المباركة. والله جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. الآن أنور القصر. الآن الساعة المباركة. حبيب قلبي. وتدري متى تتبارك؟ إذا رفعت الجوي أورد. بإذن الله أرفعها. بإذن اللي ما تنام أنا وياك. أنا وياك. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. يا رب يا رب كريم. يا رب يا كريم. حيا الله عبد الله. حييك. شلونك؟ شو أسوي؟ كيف الصحة؟ طيبين. السلام عليكم شباب. اسمعتك الشباب ذولي كلهم، تعال تعال بيك ابيك. اخباركم طيبين؟ خلنا على جنب شوي، تعال عبد الله. يلا يلا. تعال تعال تعال. باقي ما اشتري داخل. ما شاء الله تبارك الله. انت تمسك راسك اليوم ان شاء الله. والله تستاهلون يا شباب. يا بعد قلبي. والله والله مو بسهلين فلوس حقين الجيمر. والله مو بسهلين. ما شاء الله تبارك الله. الحين تقدمون محتوى كل شيء. كل شيء هنا. كل شيء هنا. صنعت المحتوى من الالف للياء هنا، سكننا هنا، ننام هنا، ناكل هنا. كل شيء هنا. كل شيء. نادي، نوم، سكن، كل شيء هنا. طيب وإذا بغى واحد يطلع يشوف أهله ويكند؟ لا لا بكيفه، اللي بيطلع يطلع، بس هذا مكان الشغل. هنا مكان الشغل. بدل الفيلا صار قصر. الناس اللي ما تدري هذا قصر باور، أعلنا عنه بالأيام الماضية، والآن جالسين ننتقي إلى هذا القصر عشان نرفع من المحتوى اللي بتشوفونه الفترات القادمة. اذكروا الله يا جماعة وقولوا ما شاء الله، وبالأيام القادمة بإذن الله المحتوى راح يرتفع، راح تستمتعون أكثر وأكثر. أنا دقيت عليك أمس، أبيك توضح لنا وش كان الحوار بيني وبينك يصير عنه؟ يطلع سنة الحوار عن نشوف من الأشخاص اللي مصوتين في جوي أورد. اللي ما صوتوا لنا. واللي ما صوتوا لنا. نبي نعرف اللي مصوت واللي ما صوت. اللي صوت يتكافأ، واللي ما صوت يعذب. ولكن في حاجة لازم نفهمها الناس. وشي؟ ما بقى لي يا جماعة يمكن يوم أو يومين وينتهي تصويت جوي أورد. حلو. أبو ربيع متأهل لجائزة أفضل رياضي، واللي معك خوفور. اللي ما يخوفور سالم سالم الدوسري بونو، لا حارس الهلال وعقيل حارس النصر. والله يخوفور. وأنا مصنف بينهم. ولكن أقسم بالله أنك تستاهل. بإذن الله. على أدائك وتأثيرك السنة هذه وشغلك بإذن الله تستاهل. فضل من الله. وأنا معي أربعة. وأنت إن شاء الله تبارك الله شفتهم. بإذن الله تعالى نحن نفوز بإذن الله. إذن الله يوفق الجميع. فنحتاج الجمهور معانا صدق كلمة. لازم والله لازم. فتصويتكم يفرق يا جماعة الخير. التصويت اللي يفوزنا. التصويت هذا صوت أكثر منهم. يفوزون الجمهور. اذا صوتنا احنا نفوز. ايه باذن الله احنا نفوز. طيب اسمعوني يا جماعه، في حاجه يمكن انت ما تدري عنها. عطنا. تدري ان في سيارتين جائزه اللي فايز للي صوتون يا جماعه؟ في سحب على سيارتين. انا بصوت. انا مصوت خالص. في سحب على سيارتين. حلو. للناس اللي تصوت، فنحتاج منكم يا اخوان في جوي اوورد. اللي ما صوت يصوت. الرابط تحت، تلقى ابو ربيعه بخانه الرياضيين، وبتلقاني انا بخانه المؤثرين، وبحساب واحد يقدر تصوت لأكثر من شخص اذا هم متفرقين. صح. لكن اذا هم نفس الفئه ما تقدر الا واحد. حلو. يعني مثلا عندي انا ما تقدر تصوت مثلا لي والبندريتا او لي والابو نوح، لا بس انا. اما عند ابو ربيعه تقدر تصوت له وتصوت لي. صح. فجمهورنا ان شاء الله يكون واحد ويدعمنا باذن الواحد الاحد. اخواني انا ادري ان اغلبكم صوت، ولكن هذه الايام الاخيره وانا وابو ربيعه كلنا متاهلين، تقدر بحساب واحد تصوت لاثنين، وبتكون في سيارتين جيف اوي لكم وين ما كنت، سواء بالسعوديه او خارج السعوديه، للناس اللي صوتت. فدام الوقت قليل، انا ودي كلكم يا جماعه الخير تتاكدون لكم مصوتين بجميع ايميلات. طريقه التصويت بكل بساطه، تحمل تطبيق جوي اوورد، تظهر لك شاشه زي ما هو ظاهر امامك، تطلع لك تحت جوجل او ابل، او انك تسوي ساين اب اللي تبي. واذا عندك ايميلات كثيره بجوجل اضغط على جوجل، تظهر لك ايميلات، تختار اللي تبي. بعدها تروح عند المؤثرين، تنزل تحت تحصل صورتي، وكذا انت صوت. تبي تنشر بتويتر يعطيك العافيه. وابو ربيعه نفس الحكايه ولكن بقائمه الرياضيين. تاكد انك تحرق الايام هذه وتصوت كثير عشان ترتفع نسبه فوزك بالسيارات، والله يكتب لنا الخير جميعا. طبعا القصر زي ما انت شايف ايه مساحته فوق 5000 متر ما شاء الله. بطلع لكم يا جماعه الان مقطع سريع للقصر، تصوير درون تشوفونه كيف كامل من برا. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله. هذا شاء القصر من جوا. خلينا نبدا لك. هلا ابراهيمي. هلا هلا. تعال ابراهيم نبيك، تعال. هذا الجابه. هلا هلا حبيبي. شلونك ابراهيم؟ طلع ابراهيم من رجال طيب. طيبين. خليني اسلم. خليني اسلم. شو اخبارك ابراهيم؟ اخبار طيب. كيف حالك؟ طيبه. اشوف توني ماكل شاورما والله. اي ما يخالف. قاعد اشيك اللي عندك. اشوف بس ما همتني عضلاتك اليوم. شيك على الجوال. طلع الجوال. افتح. افتح اخلص. افتح افتح الجوال. افتح اخلص. بسم الله المعين. افتح افتح. جوي اوورد وين جوي اوورد؟ ما في جوي اوورد. ما في جوي اوورد والله كارثه. نطلعها. ما في. ليه؟ ليش؟ في الجوال الثاني والله صوت لك قسم بالله. طيب صوت لي انا والرجال. لا ما يستاهل. يستاهل. المره الجايه. والله اني مصوت لك يا الدور. انا 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 والله انك الدور. تدري يا ابو شايع اني هم بيركضون. أنا بس هذا كيف صار تيمك ذولي قلبين عليه يا شباب. جوال هذا باخذه بعد. انا كل شوي اخذ جوال واحد ماشي التراوي صح طبعا اجل اكيد انت معي لابس السكس بي بعد يعني كثير طيب اسكت ضرب ايش تسوي ضرب ودق ما في شغاله شو لا لا ما في شغاله شو اخبارك طيب اسكت من حياتي لا ورا من حياتي والله انا اوريك الكلام ما عندي كلام عندي فعل رجعت يا مارس والله رجعت يا مارس رجعت تثبت تطق وتنحاش يعني ها
لا خلاص بابا اذا ما تدري انا فارس العضل حبيبي اسمعني انت ايش تمشي اسمعني هو فارس العضل لا خلي فارس العضل كيف فارس العضل فارس فارس لا شو ايش معنى حبيب قلبي بعد ما تسبني وضربني راح والله اني احبك حبيبي يا رجال سريع والله لا ما يفضل يلحق والله ترى سريع مره بس ما يفضل يلحق طيب يا عيال جوي اوورد عندك ابو ربيعه وانا بصوت ونور يلا بالطيب يعني جوي اوورد جوي اوورد والله احس طيب انا يا اخي ابغى اشوف حبيبي احنا صوت لك من غير هذا كله والله والله من غير هذا كله ابو ربيعه يستاهل ابو ربيعه معي حرام عليك هذول عليك مش الثرويه والله اني ابغى صوت ما عليه ما تشيل هم ايوه اوف يا رياضيين لو سمحت يلا بسم الله يا رياضيين يلا تصويت حلو بس سلام يا سلام بسم الله يستاهل ابو ربيعه الله الحين هذه فين جيها هذا ما حمل التطبيق والله ما حمل لا ادخل ابل ستور ابل ستور ابل ستور ابل ستور ابل ستور يلا بسم الله المشاهد ان شاء الله انه هو بعد صوت باذن الله انه صوت احسنت انا صوت لك بقلبي يعني والله لا ما بقلبك نبي شيء عملي والله تفرق يا اخي ما بقل تخيل انه بيقفل بعد المقطع التصويت شوف شوف واللي ما لحق يصوت والله مصيبه الان اول شيء تبدا اخوك الصغير الصغير المؤثرين تمام حلو بعدين المؤثر المفضل تمام شوف كم تاخذ منك ثانيه تنزل تحت تلقاني اضغط علي طيب ليش الصوره هذا الحمد لله على كل حال ما راضي راضي والله راضي نفوز الله يعطيك العافيه اهلا وسهلا لك باقي الحين ابو ربيعه ابو ربيعه والله هويت ايوه تمام انت سويت اكيد نفسها على طول راح رياضيين على طول رياضه رياضه حلو حلو ماني بفيميل انا اكيد ميل حلو ممتاز الى الناس تشك الى تقدر هنا حاليا خلاص انا صرت عقيم تصويت بس من التصويت خلاص انت بس اهلا وسهلا انت كذا حبيب الكل اسطوره ما شفت اي بس بسم الله ابو ربيعه ونوطر عقيدي يا حبيبي ابو ربيعه من جد والله انا نصراوي طيب نصراوي ايش المشكله عندي رقم واحد طيب مهما كان عندك عضلات حلو انا عندي ماسلز حلو طيب تمسك 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 بالقوة الجبرية شباب كل شيء هلا فاهم فاهم صديقي كان صديقي تستاهل يا بعد قلبي والله تستاهل يا بعد قلبي احمد والله والله تسلم يا حبيبي لا تسلم يا طاولة لا فرق يا ابوي نوف العقيدة ايش شلون يصد الا نطلع فوق خلينا نوريك فوق يلا بسم الله الان هذه اول رؤية للقصر لك لا نطلع بس ما توقع عنك ليش ليش اريح اوه بدر ما شاء الله طبعا يا جماعة الفترة هذه فترة الناس ان احنا ننقل من القصر في الدور الارضي وفي الدور الوسطي اللي دخلناه وفي برضه الدور العلوي بس مشوار نطلعه تزبل يعني كيف تزبل؟ تفضل معنا تفضل سكر بتسكر كهرباء يعني بتنحاش؟ هلا هو تعال تعال عطني جوالك تعال دخلت فور ولا لا لا ما دخلت فور تعال عطني جوالك تعال تعال سلم وشي ترى نص ساعة من المصعد تعرقت ما بديك شيء ما بديك شيء لا لا ماني مبارك قدام اخوي لا لا محترم مقسم والله العظيم فارس لبسك وهرب كلت النص وشو؟ تعال تعال لا عشان ما حد يمد يدك تعال عاد جوالك تعال معي بشيء ابو بدر ما ادري بس عاد جوالك بنتاكد بس في كلام طلع مو بزين عنك وانا ابي اتاكد لا والله تعال لا ها لا لا يكون مو غلط 10 10 قلت له انا صح تعال طيب تعال تعال علمت علمت انك صوتت سالم الدوسري لا لا مو صحيح لا تصير مني تصير مني تصير مني انا في مقطع اخير معك صوت ولا لا صوت ولا لا صوت ولا صوت ولا انا معك انا معك انا معك صوت من صوت لك صوت من؟ وريني طلع الجوال تعرف شو انا صوتني انا صوتني انت على حلف اي انت كفيلي ما يحتاج انت سفرتني معك ما كفيلي والله انا بزل مين اول خلنا وري هو هو يلا خلاص هو يخوف ورني وريني ايوه ما في كاميرا ما في ما عليك ما اصبر والله ما تروح حليت انسان يا محترم عويت انسان يا محترم طلع 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 بس طلع من اخي خله طيب عشان لا هو ما عارف الحاش انا عارف لا لا اتوخى عني اتوخى وش هو مترسح ادخل يا اخوي الرياضي انت فئه الممثله تعال ابو ما انت غير ممثل يا ابني ولا رد لك والله لا رد لك خلاص 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 لو تعبني يا رجال بيموت والله بيموت والله شنو يا عمي بيموت شنو شنو بدي اعمل خلاص 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 اطلع وجهك I'm
لا من امك انا رياضي نروح الرياض جرب معي بالرجال ايوه بصوت بضرب والله لا لا ما عليك لا 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 ابغى اشوف ايوه بس انا اضغط متاكد ها متاكد اصبر خلاص بسم الله اصبر بس خل عندي عشان تحضر هو يصوت صوت جايني بيتنا ويقول صوت جايني بيتك قال صوت والعيال صوتوا وما ادري ايش بالله ثواني هو قال انه صوت لي انا صح إيه؟ والله عندي سديس في غرفه خاصه اي اي موجود ودي انا احمد تحسب انك تخوف لا تجلسك صوت مصوت صوتك وانا ما صوت لي خربتني يا اخي ما انا دخل التي احسن طيب تعالوا كلكم تعالوا 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 اسمعوا الان بنختم الان ختام في حاجه معينه بيجي احمد شولان اتوقع انه وصل اصلا بس قاعد ممسك انا مع عبد الله ايجل قاعد يتكلم معه ابى اوديه واحده من الغرف حلو بودي الغرفه مثلا واحده من الغرف اللي هناك بتكونون انتم داخل ومعاكم ابو ربيعه اوكي ابى اجيب احمد اسولف معاه اول ما نمسكه بنثبته نجلسه ناخذ جواله ونشيك مع بعضنا كلنا ممتازه واضحه نسويها الحين يلا جاهزين جاهزين جوي 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 يلا جوي 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 وقفوا 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 لا تكلم ابو ربيعه بطيب اجلس بطيب اجلس بدخلني عند الثلاثه ما نبي جالس بعد الثلاثه ما نبي جالس لا تعني صدقني بقول شيء بقول شيء لا قدر الله صار اللي صار كل اللي في باور بيندفون ما عدا ابو بدر لا لا ليش ما عدا ابو بدر طيب لحظه هذا قاعد يحدد ان انا بتخاف ابو ربيعه اجلس دليت واحد اسمع اقسم بالله لو جلست والله العظيم تجيبون كلكم واحد والله اثنين والله امسكوا 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 اسمع الان اقول اسمع والله العظيم اقول اسمع ما خلصت والله اقول اسمع انا علمتك فتشنا العيال وباقي جوالك مفتشه ان طلعت ما صوت لي والله انت تربط على ذا الكرسي عطنا الحبل الحبل يا ولد الحبل الحبل هات هات الحبل هات هات الحبل هات الجوال خلاص 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 بطلع بطلع الجوال اخرج وخر وخر جوالك ابو ربيعه خلاص وخر افتح جوي افتح جوي جوي اوورد يا اخي الزم الصمت يا اخي اسكت خلاص اقسم بالله الزم الصمت لا اطلع وجهي الثاني والله انت وخر يدك هات الجوال وانت هات الجوال احسنت يا احمد يلا 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 والله هذه مش عليك احمد ماسكين عليك احمد اسمع عندي صوت سناب الله يحييكم سناب ابو ربيعه هذا رابط تصويت صوتوا لي انا وصوتوا لابو ربيعه يستاهل رجال طيب ما بوريكم الان ايش صار لكن بيشوفون كل شيء قريب ان شاء الله صوتوا صوتوا يا عيال تبقيوت يا عيال يلا تبقيوت تثبيت زين يا جماعه بالله تثبيت زين اي ممتاز اقسم بالله راح تندم والله تقول لي اوس تقول لي اوس من جدك على ابو السعد ابو السعد دخلنا حساب اول شيء نروح اللي عند الرياضيين تمام سبورت بعدين نروح هنا خلينا نشوف صوت النفس او لا صوت النفس صدقني ابو ربيعه يستاهل لا مصوت ايه مصوت النفس كمش والله باقي انا ما تدري يمكن صوت بدرته اوه تدري هذا ايش بيصير ها جاهزها على حسب الموضوع ايش اقسم بالله العظيم والله العظيم يا اخي لا تخليني ارصد فمك انا ارصد فمك اقسم بالله العظيم يا عيال لو احد
ايوه لو احد يذكر اللي يربطني ولا يربط فمي اقسم بالله اني يندم. ابو سعد عطى ابو سعد دقيقه لا تطول عندك مشكله نزل ثاني من فلوته اسكت الله يوخروا عني ابى انتقم ابى ابعدوا على طول مساحه بس الجار بس الجار بس الجار الفن لا التصويت طيب يا اخوي ها صوت يا اخي صوت صوت طيب ليش ليش صمك ليش سكتني طيب ابو سعد يا اخي شغلتنا مزعج تاخذ اقسم بالله العظيم على المقربه على المقربه الزفزه على المقربه ولا كلمه على المقربه الزفزه لو ما فزت جوجي وورد انا جبهت لو ما فزت جوجي وورد اقسم بالله لاجيك انا سالتك لا 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 اقسم بالله لا تكفى خليهم يفكون لا لا خليهم يفكون ما تسمع خليهم يفكون بتفوز بتفوز خليهم يفكون بتفوز جوجي وورد كلمه بسرعه قاعد يهدد خليهم يفكون قبل ايه اسكت اخضع اخضع يا اسوء رياضي اقسم بالله يا ابو سعد والله العظيم والله العظيم خلك في نادي والله تندم انت تصطف في بيت الناس والله في بيوت الناس يا ابو سعد فرصة طويلة فرصة طويلة فرصة طويلة هذا قام يدفع اسمعي اقسم بالله العظيم يا شم والله العظيم تندم والله تندم اقسم بالله تندم اقسم بالله العظيم اقسم بالله رب الكعبة يتي تبي وجه ورد وش وجه ورد وش رب الكعبة كل شيء اسمعني زين اسمعني زين وين القلب الله يوفقك اقسم بالله العظيم عاد عاد احد يجي ماله معليش اقسم بالله العظيم والله العظيم يا احمد بتكلم طيب المشاهد ولا كلمة ولا كلمة تبي ولا كلمة اذا ما فزت في الجي وورد والله لدفنك في قصر كذا انت والسم اللي قال لي معك انا تجيب انا تبقلبني يا رب العزة انا تبقلبني لا ما يقول لي ذولي اشكال اي وربك عاد صديق صدرك لا والله فكر يا وجهك ايش بتقول بقول لهم بقول لهم جاي ورد حلو وعد واذا ما فزت اذا ما فزت تفني هنا اتفك هنا تفني هنا اتفك هنا ليه انتهى الموضوع الواحد بعد 20 يوم والله العظيم يا جماعه وانا احلف بالله انه ما يدري عن اي شيء ولكن انا رجال انا ابغى اعيش وراي 20 مليون لحد يدفني وابغى ما ابغى اكمل في اليوتيوب هذا مجنون اقسم بالله اني يجيني صدق يا عيال انزلوا تحت تلقوا رابط الوصف صوتوا له وصوتوا لي بقفل تصويت تقريبا بعد 48 ساعه من المقطع هذا لا تنسون هو في الرياضي الله يكفيه شره وانا في المؤثر سلام عليكم.